أهلا وسهلا بكم أعضاء وزوار مدونة صيانة هاي تك، معكم ريدا النهرو في درس جديد. يتكلم هذا الدرس عن حجب المواقع الإباحية عن الشبكة بأكملها. كل ما عليكم هو متابعة الدرس جيدا خطوة بخطوة لكي تستفيدون إن شاء الله منه، ولا تنسوا أن تشاركوا الدرس مع أصدقائكم. كل ما عليكم هو التوجه الآن إلى المتصفح، مثلا أنا أفتح متصفح موزيلا فيرفوكس، أقوم بفتح تبويب جديد، ثم أضع في العنوان الرقم الآتي 162 192 168 بوان واحد بوان واحد، كوبي باست، ثم نضغط على انتري. تنبثق لنا نافذة جديدة تطلب منا اليوزر نيم والباسورد. هذه الخطوة معناها الدخول إلى جهاز الراوتر، لأنني سوف أقوم بحجب المواقع الإباحية عن طريق الراوتر، جهاز الراوتر. لذا نضع من فوق اليوزر نيم أدمين، والباسورد أنا في حالتي هاته قد غيرت الباسورد الراوتر ولم أتركه على حاله، أي الافتراضي اليوزر نيم أدمن والباسورد أدمن، لكن أنا غيرت الباسورد، سوف أقوم بإدخال الباسورد الخاص بي. درون هي الباسورد طويل جدا. تفتح لنا نافذة جديدة، أنا عندي راوتر من نوع تي بي لينك. نتوجه إلى الانترفاس سيت اب، ثم نختار من الانترفاس سيت اب، تنبثق لنا خيارات أسفلها، نختار اللون. بعد اختيار اللان نبحث عن شيء اسمه الدي ان اس، لاني ساحجب المواقع الاباحية عن طريق ادخال دي ان اس جديد. هنا دي ان اس ريلي تكون يكون الاختيار مفعل يوز اوتو ديسكوفرد دي ان اس سيرفر اونلي، انت تقوم بتغييرها الى الخيار الثاني يوز يوزر ديسكوفرد دي ان اس سيرفر اونلاين اونلي. بعد اختيارها تنفتح لنا الخيارات بريماري دي ان اس سيرفر والسكندري دي ان اس سيرفر. نقوم بوضع القيمة الآتية في الدي ان بريماري دي ان اس سيرفر، كوبي كولي باست، وهكذا بالنسبة للسكندري دي ان اس سيرفر، كوبي كولي باس. ثم نقوم بحفظ العمل سيف. كما ترون قد تم حفظ العمل، ولكن لنتأكد من النتيجة نقوم بإعادة تشغيل جهاز الراوتر عن طريق الذهاب إلى الخيار مينتنانس ثم سيستم ريستار، ونقوم بإعادة تشغيل ريستار لجهاز الراوتر، أو نقوم بالضغط في جهاز الراوتر من الخلف، نجد زر نقوم بالضغط عليه ليتم إعادة تشغيل. بعد إعادة تشغيل نقوم بالذهاب إلى أي موقع جوجل، ونختار أي موقع مخل بالحياة لنرى النتيجة. مثلا اكتب انا هكذا ونضغط، كما ترون لم يظهر لي اي موقع مخل بالحياء، وهكذا نكون قد حجبنا جميع المواقع المخلة بالحياء، ولنحافظ على شبكة نظيفة وآمنة للمنزل ان شاء الله. ولا تنسوا مشاركتنا في صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك، صفحة صيانة هاي تك الرسمية، او على المدونة www.repairht.blogspot.com. تقبلوا مني فائقة التقدير
التقدير والاحترام. ولا تنسوا مشاركة الحلقة مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة إن شاء الله، ونكون قد أخذنا الأجر معكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.